وحول هذا الموضوع قال سعادة الدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات إن المركز تمكن من ترجمة أهدافه على أرض الواقع. لقد حرص مركز دراسات على تقديم النموذج البحريني وترويجه عربيا ودوليا من خلال التواصل مع النخب المؤثرة وقوى الرأي العام في مختلف البلدان بما ينسجم مع صدارة مملكة البحرين كجزء من الحراك العالمي للاستفادة من ثمار التقدم العلمي تجاه العمل المشترك لمواجهة التحديات الكبرى على أجندة الإنسانية في العقود المقبلة. وقد تمكن المركز في السنوات الماضية من تحقيق منجزات كبيرة، واستطاع أن يحتل موقعا متقدما بين المراكز المماثلة على مستوى الخليج العربي والعالم من خلال الأنشطة الرئيسة التي يقدمها في مجال الدراسات والبحث العلمي وتعزيز الثروة المعرفية بجانب أنشطة أخرى. فقد تمكن مركز دراسات من ترجمة أهدافه على أرض الواقع وفق برامج عملية وتحركات مدروسة، وأن يكون طرفا فاعلا في معادلة التنمية المستدامة